مشاهدي شوف تي في، تبارك الله عليكم في هذا البث المباشر مباشرة من عاصمة الشرق مدينة وجدة. في هذه اللحظات كما كتشوفوا كنتواجدوا في اكبر الشوارع الرئيسية بالمدينة. غيبة لكم لانه المسؤولين هنا مخلوعين، وكما كتشوفوا هاد لي زاباري هادو يلاه جابوهم ديال التصفية ديال المياه. يعني ديجا هنايا الداخل ما كاينينش، يعني كما كنا شوفوا الداخل ما كاينينش محيدين. يعني دابا واش هادو بغاو كانوا ديجا هنا الداخل محيدوهم باش يتنقاو، او كانوا اصلا ما كاينينش وعاد جابوهم ما فهمناش، دابا جابوهم حطوه هنايا. وهاد ديرو قال هادو عاملين الداخل يعني بالوسخ، ما فهمتش انا هاد القضيه. هادو يقدر اي واحد يسرقهم لانهم كيديروا يعني فلوس كبيره كما كتشوفوا هنا. كذلك هاد الجوج حتى هنايا غادي نقطعوا القطعه الاخرى حتى هي كما كتشوفوا. يعني واش هادشي هذا يعني كيبين بلي انه الناس مسؤولين على هذا الحال، يعني مخلوعين انه توقع شي كارثه. دابا كيوجدوا راسهم مازال ما فهمناش. ها هما عاوتاني هنايا في زاباراي كما كتشوفوا، عاوتاني كما كتشوفوا كما كتشوفوا معايا. كذلك هذا القاوي هذا الروغال لي زاباراي هادو حيدوهم. يعني دابا تحيدوا هاد لي زاباراي اللي هما الدور ديالهم كيصفيو المياه ويسهلوا الدخول ديالو الاخر، يعني تحيدوا نهائيا. يعني دابا غادي يدوروا كاع على الشوارع اللي فيهم هاد لي زاباراي بحال هاد ديال المياه كما كتشوفوهم، غادي يحيدوهم كاملين. يعني اي روغار بحال هذا كما كتشوفوا معايا عنده اباراي داخل بحال هذا اللي فيها هاد لاباراي وهاد الاخر كتصفي باش ما يدخلش الماء. يعني دابا غادي توقع كارثه اخرى. يعني هما حيدوا هاد لي زاباراي بهدف انهم باش هذا ما يشدش الماء يخرج على برا. دابا غادي يوقع اختناق لداخل في الخوادس الله يستر وصافي، ويقدر القادوس الداخل يعمر وغادي يبقى يخرج الماء على برا. ما فهمش انا اللي عطى هاد الفكره هادي باش يديروا الصيانه، يعني كيشوفوا حلول لبدائل اللي ماشي. يعني هادشي راه خطير جدا. الناس اللي مختصه في هادشي تاع لاسينيسمو وداكشي راه معارفين. دابا هاد الروغار هذا في هاد لاباراي كتركب هذيك الفقره الاولى اللي كتشوفوها الفوق، تحتها كاينه هاد الشبكه هادي، وتحتها كاينه هذيك لاباراي. كي كيدوز الماء هذيك لاباراي كتحل الدور ديالها ديال تصفي الوسخ بهذا المعنى. دابا هما حيدوا هاد لاباراي على برا باش انه الى جات الشتاء بزاف باش الماء يدوز ديريكتومون بلا ما تجيني هاد لاباراي. وهاد المسألة راها خطيرة جدا، لأنه الدور ديال لاباراي هو تحمي لي روكار الداخل من الأوساخ، يعني باش ما يتبوشاوش. دابا غادي يدخلوا بزاف تاع الحوايج. ودابا كيبان لي أن هادشي هذا عمر بزاف، يعني راه الداخل عمر بالأوساخ غادي يتبوشا، ومن بعد غادي يرجع الماء غادي يرجع يخرج من الداخل بهذا المعنى. إذا كما كتشوفوا مشاهدينا بدات تبان ان الفضائح ديال المسؤولين على الواد البحر بالمدينه حلول ترقيعيه بهذا المعنى. هذه حلول اعتبروها حلول ترقيعيه في هذه اللحظات، يعني كيترقبوا الكارثه بحيث عارفين متبعين النشرات الجويه والارصاد الجويه. غادي يقول لك اودي راه يعني هما جاو هنايا سبيسيالمون لانهم هما عارفين بلي هاد البلاصه هادي بالضبط كتجتمع فيها المياه الجهه هادي هنا. يعني لان هنا قنطره. غادي نمشيو نشوفوا واحد الاخر اخرى كي دايره. يعني البلاصه اللي فيها الضغط بزاف هي اللي مشاو خوها مثلا هادي هاي هنايا
فيها لاباراي والشباك الداخل هاي. شوف يعني دابا كان غادي نشوف واحد القضيه غادي نشوفوا يعني هاد لي زاباراي وهاد الاخر مضيعين عليهم الفلوس باش انهم يحيدوهم ويحطوهم في الشارع. شفتوا الغرائب كي دايرين يعني في هذه راه شحال كدير ديال الفلوس هذه راه غاليه هاد لاباراي هاد راه مخدومه بالفوند يعني بنادم كيديرها كيديروها ها هي دابا محيدينها ايوا نهار الاول اخويا ديروا غير اخرى ولا ديروا شي حل اخر ولا شي طريقه بدائيه علاش تضيعوا واش دابا كي جات الشتاء خافوا الى يوقع الفيضان بهذا المعنى يحيدوا هاد جوج تاع لي روغار لانه هاد البلاصه كانت فيها مياه بزاف اللي كانت كتعرفوا الهبطه من هي لابونت ولا بونت في الجهه الاخرى من هي لابونت كذلك من هي كيتجمع الماء هنايا تحت القنطره ديال فيلاش طوبة. هاد البلاصه راه حنا تحت القنطره ديال فيلاش طوبة يعني صراحه وكان كانت الخدمه مزيانه راه ما غاديش يجيو يديروا هاد الحل هذا ودابا هذا راه مشكل. الناس اللي مختصين راه غادي يعرفوا بلي انه كما نقولوا حنايا بلي انه غادي تحيد ذاك لاباراي هي اللي كتشد الوسخ في تحيدات هي اللي كتشد الوسخ وكتسهل حتى في الصيانه يعني كيجيو هذوك العمال ديال النظافه ديال هذا الواد الحار كيحلوا هذيك الفوقانيه وكينطويو هذيك الفوق كتجيهم ساهله. دابا راه خصو يدخل حتى لداخل وغادي يتسدو الروكارات وغادي يرجع الماء غادي يرجع الماء يخرج على برا كما شفنا بعد فيديوهات في الدار البيضاء انه الروكارات رجعوا كيخرجوا الماء على برا غادي نشوفوهم حتى في وجده. اذا اليوم ان شاء الله غادي نديرو جوله في مدينه وجده غادي نشوفو غير هذا الشيء تاع لا سينيسمون ديالنا. اليوم غادي نفتحو كل شيء بهذا المعنى غادي اليوم انايا قررت باش كاع الشوارع اللي فيها شي بزله ولا شي فضيحه بحال هكا ولا شي مهزله بحال هكا غادي نفتحها ان شاء الله على المباشر باش نشوفوا حنايا يعني شنو في كانوا هادي شحال ما داروش السياره يعني ديروا كاع عامرين فوالس عامرين حتى دابا عاد بان لهم هما يجيو يحيدوا هادي يعني الشركات ديال التدبير ديال الواد الحار. إذا خوتي خواتاتي كنتم في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة وجدة تبارك الله عليكم لنا لقاء آخر إن شاء الله انتظرونا بالله.